بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ كده النهارده نكمل الموضوع بتاعنا. لو تفتكروا آخر مرة كنا اتكلمنا عن الكي ستون، صح؟ فاكرين الكي ستون؟ تمام. طيب الكي ستون عندنا احنا كنا شغالين، لو تفتكروا كده كنا بنتكلم عليها، لا نجيب القلم هنا. قلت لك ان الكي ستون مسؤول عن شوية حاجات زي بيتخزن فيها معلومات زي اليوزرز، صح؟ زي الجروبس، رولز، البوليسز اللي موجودة عندك او الرولز. مش شرط يكون بيتخزن، لان هي فعليا مش بتخزن حاجة. هي الكي ستون بكل بساطة هي بتلم الحاجات دي من اماكن مختلفة. ممكن تكون بتلمها من داتابيز، صح؟ ممكن تكون بتلمها من فايل لو هي بوليسي معينة، فبيقرا البوليسي دي من تكست فايل موجود عندك. ممكن يكون اليوزرز والجروبس دي او اليوزرز والجروبس دول مش موجودين على في الداتابيز ولا موجودين في فايلز، فبيروح ينتجريت مع اكسترنال دومين، صح؟ وفي الحاله زي دي لو عايز مثال بسيط جدا، اليوزرز الموجودين في الاكتيف دايركتوري او في ال داب سيرفر وبتحاول تروح تاوثنتيكيت اليوزرز دول من اكسترنال اوثنتيكيشن سيستم، صح كده؟ طيب كلام جميل. معنى كده ان لو رجعنا كده بكل بساطه، الكيستون لو حبينا كده نلخص هي بتعمل ايه؟ الكيستون بكل بساطة عندك مسؤولة عن الاوثنتيكيشن، مسؤولة عن الاوثورايزيشن، مسؤولة كمان عن السيرفيس ديسكفري، صح؟ وقلت لك مسؤولة عن السيرفيس ديسكفري ازاي؟ عن طريق مين يا معلم؟ عن طريق الكتالوج اللي موجود معاك، صح كده ولا انا غلطان؟ طيب كلام جميل. لو تفتكر تعالى لهنا كده، تعالى كده في صورة حلوة جدا بحب يعني استخدمها دايما في اي حاجة فيها شرح الاوبن ستاك. تعال نشوف حاجة كبيرة شبهها. في صورة أكبر منها شوية. لا لسه ما وصلناش لدي. أنا عايز الحتة دي بالظبط بس تكون صورة أكبر شوية وأوضح شوية. يعني إلى حد ما بس برضه ما زالت مش واضحة. طيب خلينا ناخد دي كده ونكبرها. الصورة دي واضحة بالنسبة لكم ولا لأ؟ كده طيب؟ زي الفل. اطلع بس وصلنا كده. ها واضحة كده؟ تمام يا باشا كمل. حلو جدا. بص لي كده يا سيدي، الايدنتي سيرفيس دي موجودة فين؟ دي الكيستون بتاعتي اللي انا عمال اشتغل عليها من المره اللي فاتت، صح؟ بص لي كده، اي سيرفيس انت لما لا انا مش عايزك بس تتخيل، او انا مش عايزك تحطه في دماغك، ان لما اقول لك اوثنتيكيشن او اوثورايزيشن معناها بشكل مباشر بني ادم بس. اوعى تفتكر حاجه زي كده، لان كل الكومبوننتس دي بالمعنى الحرفي للكلمه لازم كلهم يعملوا العمليه دي لما يجوا يتكلموا مع بعض. فاكر لما كنت بقول لك ان انت عندك الكمبيوت دي هي اللي بتشغلك الفيرتشوال ماشينز، صح؟ ولما تيجي الكمبيوت دي لازم تتكلم مع النتورك عشان تدي للانستانس فيرتشوال انترفيس يستقبل او يبعت الترافيك عليه. لا انت ما قلتش ده يا باشا. انا قلت لك في عندك سيرفيسز مسؤوله عن النتورك مثلا، في عندك سيرفيس ترن الفيرتشوال ماشينز، في عندك سيرفيس يكون فيها الايمجز او التمبلت بتاعت الفيرتشوال ماشينز، صح؟ اكيد قلتها.
ما عدناش على الكومبوننتس دي خالص. طب انا ما ماليش فيش دعوه خالص. باسم الكومبوننتس او ايه الكومبوننتس، انا بقول لك في كومبوننتس بتعمل كذا، ما قلتلكش اسمها. ان جنرال ما قلتش ان اسمها جنرال خالص. انا قلت لك ان في كومبوننتس منفصله، كل كومبوننت مسؤول عن فانكشن معينه، صح كده؟ تمام. حلو. اهو الكومبوننتس دي لما تيجي تتكلم مع بعض، كومبوننت اكس بيحاول يتكلم مع كومبوننت واي، مش هيروح كده يقول له سلام عليكم، مش احنا مش قاعدين على قهوه يعني، مش اي حد معدي كده يتكلم مع اي حد، صح؟ فاللي بيحصل حرفيا قبل ما ده كمثال يروح يتكلم مع ده، لازم ده الاول يروح ياخد توكن من الايدنتيتي سيرفيس اللي هي عندك مين يا عم في الحاله بتاعتنا؟ الكيستو. لازم يروح ياخد توكن الاول، بعد ما ياخد توكن هياخد التوكن دي ويبقى يتكلم مع مين؟ ها؟ مع الكومبوننت التاني. فمباشرة لازم تكون حاطط في اعتبارك ان الايدنتيتي سيرفيس دي لو وقعت ايه اللي حصل لك؟ مفيش سيرفيس على الكلمة التانية. انت رحت في 60 داهية. يعني شوف طريق السجن منين ودور نفسك سجن وخلاص. وضحت؟ طيب حلو. ده مش كده وبس. لا ده الموضوع الكوميدي الاكبر في العملية دي. ده لو اصلا لو الايدنتي سيرفيس دي وقعت من الاساس، الموضوع يتخطى مرحله الاوثنتيكيشن اصلا. لا ده الكومبوننت ده او الكومبوننت ده مش هيقدر اصلا يعرف الكومبوننت ده موجود فين، صح؟ سؤال يا مصطفى معلش، هو ايوه مش يعني مثلا كل مثلا ايمج هتكلم الكمبيوتر مثلا لا كل ثانية واحدة، مره هتسال الكمبيوت ده انت رحت قلت له كيوزر يا نبي يا عم يا اسمك كمبيوت يا كمبيوت سيرفيس بغض النظر عن اسمك ايه، يعني انا عايز ارن انستنس جديد، ماشي كده؟ فالكمبيوت سيرفيس هتروح الاول تسحب ايمج منين؟ من هنا، ماشي؟ طيب هي هتعرف ان انا هسحب ايمج منين ازاي؟ ها ما اكيد مش ساحر برضه، صح ولا غلط؟ ماشي ها رد تمام عليا، ما الكمبيوت سيرفيس دي ماشي لازم تعرف الايمج سيرفيس موجوده فين، لازم تعرف هي موجوده على اي اي بي وعلى اي بورت، صح؟ ماشي، بس المفروض هتعرف مره وشكرا، مش كل شويه هتسال، مش كل مره تسال لا السؤال ده ثانيه واحده بقى، اولا الاوبن ستاك ديزايند ان هو يكون هايلي افيلابل باي ديفولت. لما اقول لك ايمج سيرفيس هنا مش معناها ان هي انستنس واحد، الكلام ده كلام مش مظبوط. ده انا ممكن يكون عندي الايمج سيرفيس دي بترن على ثلاثه سيرفرز مختلفين. وصلت؟ وصلت. فلو واحد فيهم الكمبيوت دلوقتي سيرفيس دي، الكمبيوت سيرفيس دي راحت خدت اول معلومه قالت لك انا هاخد من السيرفر الاولاني. طب ثانيه واحده، هي لما تيجي تاخد من السيرفر ده مره تانيه هل هي تعرف هل السيرفر ده اب ولا لا؟ مش لازم تعرف حاله الاند بوينت اللي هنا دي او الاند بوينت اللي هتوصل لها اب ولا داون، صح؟ صح. طب لو هي مش عارفه اصلا تريتريف الكتالوج من الاساس ايه اللي حصل عندك؟ ها حرفيا انت رحت في 60 داهيه، صح ولا انا غلطان؟ بالعقل، صح كده؟ فالكيستون دي مش مجرد ها مش مجرد ايه؟ مش مجرد ان هي بتمانج اليوزرز والباسوردز بتاعتهم سواء كانوا لوكال على داتا بيز لوكالي او بيجيبهم من اكسترنال اوثنتيكيشن سيستم، الموضوع اكبر من كده بكتير، صح؟ موضوع السيرفيس كاتالوج لازم تكون فاهم ان هو مهم جدا بالنسبه لك. علشان كده لما تيجي تتكلم على الاوبن ستاك فانت في الطبيعي في الطبيعي احنا لسه ما اتكلمناش فيها، فعشان ما تتخضش بس تعالى نعمل كلير كده. فانت من الطبيعي لما تيجي تتكلم على الاوبن ستاك المفروض ان الايدنتيتي سيرفيس دي تكون ايه؟ هايلي افيلابل. هايلي افيلابل، الله يفتح عليك، صح؟ لازم تكون هايلي افيلابل ليه؟ لانها لو وقعت فانت حرفيا ها زي ما بقول لك انا رحت في توكر خلاص 60 داهيه، انت رحت في مصيبه. طب اخليها هايلي افيلابل ازاي يا عم الحاج؟ ها والله عندك 500 اوبشنز متاحين، ال 500 اوبشنز دول والله ممكن تروح تجيب كده تحط لود بالانسر هنا في البدايه، واللود بالانسر هنا تعمل اكتر من انستنس، ها تحط على مين؟ الكيستون بتاعتك. طيب هل ده كفايه؟ ها انا عايز حد يرد عليا.
الكيستون دي شغاله، لو السيرفيس نفسها شغاله. فاكر لما كنت بقول لك ان احنا المره اللي فاتت كان عندنا داتا بيز وكنا عاملين ماي سيكول ولا ماريا دي بي؟ صح؟ تمام. فانت لو عملت ده هايلي افيلابل معناها ايه كمان؟ ان انت لازم تخلي مين؟ الماي سيكول. الماي سيكول هي كمان هايلي افيلابل، صح؟ لو كنت عامل ميم كاش دي، فانت برضو الميم كاش دي لازم تكون هي كمان ايه؟ هايلي افيلابل. صح كده ولا انا غلطان؟ صح. وضحت الفكره ولا في حد مش فاهم النقطه دي؟ ها؟ لا تمام واضح اكيد. تمام يا باشا عشت. حلو جدا. طيب نخش على اللي بعده. خليني احذف الكلام ده. تعالى يا عم زعب ولا انت هنا. بسم الله. بص يا سيدي، اولا الكيستون دي، الكيستون دي في عندنا نسختين من الاي بي ايز موجودين. في عندي، انا قلت لك كل حاجه شغاله اي بي اي صح، عباره عن اتش تي تي بي اي بي اي اند بوينت يو ار ال اللي بتاكسسه صح. في عندي فيرجن 2 من الاي بي اي وفي عندي فيرجن 3 من الاي بي اي، ماشي كده؟ طيب دي كانت موجوده مع الانيشال ريليز بتاعت الاوبن ستاك اعتقد لحد كوينز. من بعد كوينز الديفولت مين؟ ها؟ فيرجن 3. تمام كده؟ طيب بالمناسبه الفيرجن نمبر هو اللي ايه؟ اللي مختلف، مش الكيستون هو اللي مختلفه. فما ايه ما يعني الاي بي اي نفسه هو اللي مختلف. طيب الحاجه بس عايزك تفهمها ان الفيرجن 3 كومباتبل مع الفيرجن 2 ودي حاجه مهمه جدا. طيب في حاجه عايز اقول لك عليها كمان، الفي 2 دي كانت بتستخدم اكتر من ها بورت وهي شغاله. طيب سؤال بقى هنا، هو مين اللي بيأكسس الايدنتيتي سيرفيس دي؟ بص كده كويس، مين اللي ممكن يعمل لها اكسس؟ واضح انه كله. والله لو بتكلم على الشكل ده بس كده، فاللي هيأكسسها هم مين؟ الانترنال كومبوننتس صح؟ تمام. طيب لو بتكلم على الراجل الادمنستريتور اللي بيمانج الاوبن ستاك، ها؟ فالمفروض ده الادمن كومبوننت صح كده؟ طب ولو بتكلم على الناس اللي بيأكسسوا الاوبن ستاك من بره، الناس اللي عندهم فيرتشوال ماشينز بترن هنا، ها ده المفروض يكون بابليك كومبوننت صح كده او بابليك اند بوينت. وضحت؟ تمام. فالمفروض يكون عندي في ثلاثه ها اي بي ايز موجودين. طيب سؤال بس، ثانيه واحده، هو انت قلت لي فيرجن 2 كانت بترن على اكتر من بورد صح؟ ليه بقى كانت بترن على اكتر من بورد؟ فيرجن 2 دي وهي شغاله كانت ممكن تقول لك ده بيرن على بورد اسمه اكس اكس. اقسم بالله انا حافظ البوردات ايه، ولو عايزني اقول لك هروح لاوبن ستاك دوكيومنتيشن اقول لك عليه. اعتقد كانت 3 5 3 5 7 حاجه كده، يعني على ما انا افتكر يعني 3 5 3 5 7 ده اللي انا فاكره يعني، ماشي كده؟ وترن لك ده تقول لك خد الادمن والبابليك دول حطهم على بورد تاني 5000، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. طيب مع الفيرجن 3 بقى، ها ايه اللي حصل مع الفيرجن 3؟ اللي حصل مع الفيرجن 3 الوضع مختلف شويه. مع الفيرجن 3 كل الاند بوينتس سواء كانت انترنال او ادمن او بابليك الثلاثه بيستخدموا بورت كام؟ 5000. وطبعا بما انه اتش تي تي بي فاكيد هيكون تي سي بي، يعني مش اكيد ما فيش حد يسال السؤال ده، يعني هو اتش تي تي بي فاكيد هيكون تي سي بي صح كده؟ تمام. طيب الحاجه الثانيه، بص انت لو لاحظت عندك انا قلت لك الانترنال وكان في عندك بابليك مع الفيرجن 2 صح؟ وكان في عندك ادمن. لو لاحظت كده هتلاقي ان ادمن وبابليك دول شبه بعض قوي صح؟ ما اللي بنفس اللي بيأكسسهم هم عبارة عن مين؟ غالبا البني ادمين يعني صح؟ ففيرجن 3
ضمت الاثنين دول مع بعض كده. ها ماشي كده؟ معنى كده ان انت عندك ها هيكون في كام اند بوينت هنا؟ اتنين مش ثلاثة. وضحت؟ يبقى لو انت بتستخدم فيرجن 3 اول تغيير عندك هو بورت واحد اللي بيستخدم، بورت 5000. كل الناس دول لما يحبوا ياكسسوا الكيستون بيأكسسوا على بورت 5000. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. سؤال يا معلم بعد اذنك. اتفضل. سؤال يا مصطفى عزيز. ها. دلوقتي لو قلنا هنتجريت مع الان بي داب او ايدنتيتي سيرفيس بره اكسترنال. ايوه. استخدم يبقى كده مع البابليك صح؟ ثانية واحدة. انت في عندك هنا في مسكونسبشن بيحصل. عارف ليه؟ تعالى كده. انت كيوزر، لا الاول قبل ما انت يوزر اصلا، الايدنت سيرفيس دي كونفيجرد ان هي تروح تجيب الداتا من ال داب او من اكتيف دايركتوري. ماشي كده؟ بالظبط. انت كيوزر جيت حبيت تعمل لوجن، فانت عملت كونكت على الايدنت سيرفيس دي صح؟ الايدنت سيرفيس استقبلت مين؟ اليوزر والباسورد. الايدنت سيرفيس دي بتشغاله كوسيط في الحالة دي، بتروح واخدة الكريدنشالز بتاعتك وتبعتها للاكتيف دايركتوري يقول لها حاجة هل الراجل ده اوثورايزد ولا لا؟ لو اتبعت لها رسالة اتقال لها ان هو اوثورايزد، اليوزر نيم دول والباسورد دول واليوزر ده اكتيف دول صح وتمام التمام، هتروح هي بعتها لك. طب بس كده شكرا. وضحت؟ تمام. طيب بس الفكره بقى الاكتيف دايركتوري هيكلم الايدنتيتي تمام، الايدنتيتي هيتكلم الاكتيف دايركتوري ككلاينت عادي كابلكيشن كلاينت، هو بيكون الكلاينت الاكتيف دايركتوري في الحاله دي صح. الايدنتيتي هيتكلم ككلاينت للاكتيف دايركتوري في الحاله دي، كلاينت عادي جدا. وهيكونكت على الاكتيف دايركتوري على بورت يا اما 38 كام 389 يا اما 636، بس على حسب بقى انت كونفيجر ازاي، سواء كان بلين تكست ولا اس اس ال كونكشن. تمام يا باشا. وضحت ولا لسه نايم؟ وضحت خلاص. طيب حلو، انت عارف اللي انا بقول لك عليه ده معنى ايه؟ اصلا في مشكله حصلت دلوقتي، ها؟ في مشكله حصلت دلوقتي لما قلت لك ان انا عملت كونسوليديت للادمن والبابليك يو ار الز. دي ان بس شكلها وحش شويه. ماشي؟ عارف ايه المشكله؟ ها حد كده يكون بيفهم؟ مفيش حد بيفهم خالص؟ مشكله ريليتد للسكيورتي ولا ايه؟ ايوه مشكله ريليتد للسكيورتي. ان انت مثلا دلوقتي لو انت مثلا لو كنت عايز تعمل مثلا اتاك، المشكلة بقت نفس الاند بوينتس اللي افيلابل للراجل ده اللي ممكن ياكسسها من النتورك لو هو ادمن، هي نفس الاند بوينتس اللي ظاهرة للبابليك صح؟ عارف ده معناه ايه؟ ان انت مسؤوليتك انت كسيستم ادمن ان انت تعمل ايه؟ او مسؤولية الناس اللي عندك اللي مسؤولين عن السكيورتي، مسؤولين ان هم ممكن يجيب لك في الاول كده ويعمل لك حاجة زي اسمه ايه؟ API control، عايز تعرف مين اللي هيأكسس اي API end point عندك هنا خلاص؟ حاجة مثلا زي صح؟ على ما افتكر يعني بما ان ذاكرتي زبالة جدا. حد فيكم عارف الثري سكيل ولا لا؟ مفيش حد عارف الثري سكيل خالص؟ ما علينا ايا كان. ثري سكيل ده برودكت كل وظيفته في الحياه ان هو بيعمل اي بي اي مانجمنت، مين ياكسس الاي بي اي امتى وازاي وكم اي بي اي هياكسسها واي اي بي اي هيسمح لها يتعمل لها اكسس، كل حاجه بالتفصيل عن الاي بي اي دي. ها وضحت؟ يبقى انت مسؤوليتك انت الشخصيه او مسؤوليه الناس اللي عندك في النتورك سكيورتي ان هم يحموا الاي بي اي دي.
يبقى انت لما تيجي تقول انا هعمل انا هشغل كي ستون، فانت مسؤول عن حاجتين بره الاوبن ستاك سكوب خالص. عارف الحاجتين دول اللي هم ايه؟ ها الهاي افيلابيليتي بتاع الايدنتي مانجمنت زائد ها السكيورتي بتاعتها. ازاي تعمل السكيورتي بتاعته؟ ها تمام كده؟ النقطة دي واضحة ولا ايه؟ تمام واضحة يا باشمهندس. طيب حلو تمام جدا. تمام يا باشمهندس. حلو جدا. ارجع بقى كده للموضوع بتاعنا ده. تعال نحذف الكلام ده. بص بقى يا سيدي. أكيد أكيد كلكم عارفين يعني إيه أوثنتيكيشن، صح؟ ويعني إيه أوثرايزيشن؟ أوثنتيكيشن بكل بساطة اثبت إن أنت هو أنت بس. سواء بقى هتدخل له يوزر نيم وباسورد، سواء كان معاك حاجه زي يو اس بي ديفايس هتثبت ان انت معاك معاك يو اس بي ديفايس، معاك هتعمل لك كي معين او هجنريت كي معين او هجنريت توكن معين هتستخدمها ايا كان، معاك اس اس ال سيرتيفيكت معين هتستخدمها ايا كان. ده الاوثنتيكيشن. الاوثورايزيشن ايه اللي ممكن تعمله؟ خلاص هل انت اوثورايز تعمل الحاجه دي ولا لا؟ طيب كلام جميل. والاوثورايزيشن بيتم بعد ما تعمل ايه؟ اوثنتيكيشن. طيب حلو جدا. انت لما تعمل اوثورايزيشن، الاوثورايزيشن ده المفروض يتطبق على سكوب معين، صح؟ ها تمام. طيب كلام جميل. يعني انت هتعمل ايه وفين؟ يعني ايه هتعمل سكوب معين؟ بص لي كده، لو دي الاوبن ستاك كلاود بالكامل خلاص، انسى اي كومبوننت، انسى اي حاجه دلوقتي. وانا افترض ان الكلاود بتاعتي دي زي امازون. امازون دي عندها يعني ملايين المستاجرين، كل واحد فيها عنده الاكونت بتاعه وفي الانستانسز او في الاوبجكتس اللي هو بيعمل لها مانج. هنا الاوبجكتس دي سواء فيرتشوال ماشين، سواء ديسك، سواء اي بي ادريس او غيرها، وعندك واحد تاني هنا، صح؟ مش ده اللي بيحصل فعليا سواء كان امازون او ايه او ازور او ايا كان؟ طب انت السكوب بتاعك ده يا عم الحاج، انت هتطبق الكلام ده على او الراجل ده اوثورايزد، ها الكونتكست بتاعه ايه؟ البرميشن دي بتاعه الراجل اللي بقى اوثنتيكيتد واوثورايزد هيطبق الكلام ده ايه؟ هل هيطبقه على اوبجكت معين، ولا هيطبقه على دومين معين، ولا هيطبقه على كل حاجه؟ ها ماشي كده. يبقى انت لما تكون عامل لوجن، فالمفروض لما بتعمل اكسس لاي حاجه لازم تكون عارف السكوب بتاعك، تمام؟ طيب طب ده هيوضح لي فين؟ تعالى هنا كده يا سيدي. كان عندي انا كان عندي فيه هنا مكنه كنت عملتها للبتاع بتاعكم دي، صح؟ هي دي تقريبا، صح؟ سينس ماستر دي، لا مش دي، نهار ازرق. سي جروبس ديمو. طيب انا مش فاكر والله. لا او اس بي تيست، معلش لو اخصى. فورس اوف، مع السلامه. او اس بي تيست دي هي دي اللي كانت معانا. حد فاكر الاي بي بتاعها كان كام؟ ممكن من الهيستوري ده لسه بيبدا، ربنا يديله الصحه. دي غلطت انا كمان، معلش. يلا يا سيد. كات كيستون ار سي، بص كده. اسم البروجكت نيم
نيم واليوزر دومين بتاعك ايه والبروجكت دومين ايه. شايف؟ ها وضحت؟ تمام. معنى كده ان انت كنت لازم تحدد الكونتكست بتاعك هو ايه، لازم تحدد السكوب بتاعك. انت لما تنفذ اكشن، لما تقول له يا عم يا اوبن ستاك لو سمحت اعمل لي ديليت للسيرفر اللي اسمه كذا، هيروح يجيب السيرفر ده من اي حته، من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا منين بالظبط؟ وضحت؟ وده ليه؟ لان ممكن يكون نفس اليوزر له اكسس على اكتر من ايه؟ ها؟ اكتر من دومين، كل دومين اللي بيتحرك اكتر من دومين. وضحت؟ فانت لما تيجي تكونكت على الاوبن ستاك المفروض تقول له انا هتعامل مع الدومين اللي اسمه كذا، انا السكوب بتاعي ها. وضحت؟ تمام. حلو جدا. ماشي. كلام جميل. ايه تاني؟ كلمة سيرفيس، ولما قلت لك عليها قبل كده المرة اللي فاتت، السيرفيس دي هي اي كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت الاوبن ستاك. كومبوننت يا سيدي زي الكيستون، الكيستون هو نفسه يعتبر كومبوننت بدون مبالغه يعني، الكيستون في حد ذاته هو كومبوننت عندك. ماشي كده؟ حلو. طيب خليني احذف الكلام ده كله، نرجع مره ثانيه. طيب ايه تاني ممكن اقوله هنا يا سيدي؟ التوكن بقى يا باشا. لا قبل ما اجي للتوكن في حاجه عايز اقول لك عليها. لو ده الاوبن ستاك بتاعي كله، اولا الاوبن ستاك من جوه كده انا ممكن اقسمه لحاجه اسمها دومينز. عندي هنا دومين ايه وعندي هنا دومين بي. ماشي كده؟ طيب الدومين ده عباره عن ايه؟ الدومين ده عباره عن كونتينر بتحط فيه اليوزرز، الجروبس، خلاص؟ ايه تاني؟ البروجكتس. ده باختصار شديد جدا ايه هو الدومين؟ الدومين عباره عن لوجيكال كونتينر، هو لوجيكال كونتينر متعرف فيه مين اليوزرز اللي في الدومين ده؟ مين الجروبس اللي في الدومين ده؟ ايه البروجكتس اللي موجوده؟ طب هو البروجكت اصلا هو ايه؟ البروجكت بكل بساطه هو عباره عن لوجيكال كونتينر برضو، خلاص؟ احنا بنسميها كده نيم سبيس. الدومين او اسف البروجكت ده النيم سبيس اللي موجوده فيه ديا فيها مجموعه من ها الريسورسز. الريسورسز دي ممكن تكون عباره عن ايمج، ممكن تكون عبارة عن VM Virtual Machine، خلاص؟ ممكن تكون عبارة عن Virtual Network، خلاص كده؟ طيب اليوزرز دولا والجروبس دولا هيكون ليهم صلاحيات على مين؟ على الريسورسز دي، صح ولا أنا غلطان؟ ها؟ صح؟ تمام تمام. معنى كده ان الرولز اليوزرز دول لازم يكون ليهم ايه؟ رولز. خلاص؟ الرولز دي هتحدد ايه اللي اليوزرز او الجروبس يقدروا يعملوه على ها كل الريسورسز اللي موجوده دي. وضحت كده؟ وده نفس الحكايه بالنسبه للدومين الثاني. بالمناسبه كل دومين ممكن تحدد له الدومين ده الاوثنتيكيشن بتاعه بيتم ازاي؟ لو اوث اكس وده لو اوثنتيكيشن واي. ها تمام كده؟ فانا ممكن اقول له الدومين اللي اسمه اكس ده اليوزرز بتوعه موجودين في ال داب داتا بيز عباره عن ريد هات دايركتري سيرفر، والدومين واي ده اليوزرز بتوعه موجودين في اللوكال ماي سيكوال داتا بيز. والدومين في دومين ثالث عندي اهو عمره صغير شويه اليوزرز موجودين جوه اكتف دايركتري. ها وضحت كده؟ تمام. حلو. نفس فكره الرولز دي اللي موجوده في ريد هات فيرشواليزيشن، مثلا اليوزر ليه رول معينه على الفي ام او على النتورك او على الريسورس معين، صح برضه؟ بالظبط بالظبط، حاجه شبه كده بالظبط. ايوه فعليا شبهها بالظبط. طيب كلام جميل. نرجع كده تعالى نعمل كلير
تعال نبدأ على حاجة تانية كمان. ايه تاني يا سيدي ممكن اقوله في الحتة دي؟ التوكن. خلاص التوكن بكل بساطة، التوكن بكل بساطة ما هي عبارة عن، هتلاقيه شوية تكست كده شكله قذر جدا، اكس 9 زد مش عارف 2 3 4 حاجة كده شكلها قذر جدا، عبارة عن سترينج كده. السترينج ده بكل بساطة بيحتوي معلومات الاوثنتيكيشن بتاع اليوزر. خلاص؟ ومحتوي معلومات الاوثورايزيشن كمان. الراجل ده اوثورايز يعمل ايه بالظبط؟ خلاص كده؟ فالتوكن هيحدد لليوزر هو يقدر يعمل اوثنتيكيت او الراجل ده اوثنتيكيتد ولا لا، وايه اللي الراجل ده ممكن يعمله عن طريق الاوثورايزيشن انفورميشن. فالتوكن ده مش عباره عن كده اي تكست في الهواء هبلول لك كده وخلاص، لا ده انا كمان دقيقتين كده هقول لك التوكنز دي بتتكريت ازاي وتعمل ازاي، بس خليك معايا في الحته دي. طيب كلام جميل. اكيد طبعا اليوزر مش محتاج اقول لك عليه، اليوزر ده ممكن يكون بني ادم، ممكن يكون سيرفيس اكاونت بتاع سيرفيس معين عندك زي الكيستون نفسها مثلا ليها يوزر عندك، فاليوزر ده ممكن يكون بني ادم ممكن يكون سيرفيس اكاونت كمان. ماشي. طيب الجروب ما هي اللي عباره عن لوجيكال كونتينر اوف يوزرز، صح؟ ولما الجروب دي وظيفتها في الحياه ان انت لما تيجي تحب اي تعمل اي رول، الرول دي ها بدل ما تطبقها على يوزر يوزر، لو عندك 100 يوزر هتعمل 100 رول او هتطبق الرولز دي على 100 يوزر، لا حط اليوزرز دول في جروب وطبق الرولز دي على الجروب، فاوتوماتيك اليوزرز هي انهيرت مين؟ الرولز اللي موجوده دي. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي ممكن نقوله في الحته دي؟ ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. كان عندنا كمان اعتقد ان انا قلتها المره اللي فاتت، انا قلت لك ان انت وانت بتعمل انستول بيتكريت حاجه اسمها الديفولت دومين، صح؟ فدي حاجه تخلي بالك منها لما بتيجي تعمل انستول، فانت بيتكريت دومين كده اسمه الديفولت دومين، وقلت لك ان كده الديفولت دومين ده بيتكريت لان ممكن انت اصلا تكون بتروح تعمل انستول لحاجه زي جرين فيلد انفايرمنت، يعني اوبن ستاك لسه او اوبن ستاك انستوليشن ولسه ما فيش اي حاجه في الانفرا لسه جاهزه. تمام كده؟ طيب كلام جميل. التوكنز اللي موجود عندك، التوكنز بقى اول نوع من التوكنز دي حاجه اسمها دومين سكوبت. عارف دومين سكوبت يعني ايه؟ دي على مستوى الدومين بالكامل، ده على مستوى الدومين ليفل كل حاجه. يعني لو عندك التوكن دي على مستوى الدومين والراجل ده الرولز بتاعته بتقول الراجل ده من حقه يديليت اي حاجه، الراجل ده هيديليت اي حاجه. وصلت كده؟ خلاص كده. عاده بتبقى للادمن وبتسمح لك تتعامل مع الدومينز بالكامل، يعني الدومين ده واي بروجكت جواه واي ريسورس جواه اي بروجكت لو ليك صلاحيات عليهم يلا ربنا يديك الصحه. بقول لو ليك صلاحيات، مش معنى ان انت معاك دومين ليفل سكوب فانت تقدر تحذف اي حاجه كده، خليك فاكر النقطه دي. انا بقول لو معاك صلاحيات، ما تجيش انت بقى تترجمها في مخك وتقول لي خلاص الراجل ده لو معاه دومين توكن او دومين سكوب توكن خلي الراجل ده يحذف اي حاجه، لا انا بقول لو ها. ماشي كده، خليك فاكر النقطه دي. في عندي كمان توكنز ممكن تكون عبارة عن سيستم سكوب دي توكن. ايه بقى موضوع التوكن سيستم سكوب دي؟ التوكن سيستم سكوب دي بتديك اكسس على سيستم ليفل، وعادة خلينا ننزل تحت شوية ما بينزلش، عادة السيستم ليفل سكوب دي او سيستم سكوب دي توكنز دي بكل بساطه بتستخدم ما بين السيرفيس اكاونتس. معلش يا كلمه سيستم دي عايده على ايه؟ معلش الاوبن ستاك سيستم، يعني لما تلاقي عندك سيرفيس بتانتر اكت مع سيرفيس ثانيه فعاده بيكون التوكن اللي بيستخدموه عباره عن ها انترنال سيستم مثلا، سيستم سكوب دي توكن الانترنال اوبن ستاك كومبوننتس. خلاص؟
مين اللي بيستخدمها عندك هنا؟ تعال كده احذفها كده. السيستم سكوبد دومينز دول او سيستم سكوبد توكنز مين يا سيدي اللي بيستخدمها؟ الاوبن ستاك سيرفيسز لما تحب تتكلم مثلا مع الهايبرفايزرز، لما السيرفيسز دي تحب تكلم اند بوينت ثانيه، يعني سيرفيس تو سيرفيس كوميونيكيشن او سيرفيس تو سيستم ليفل كومبوننت ها كوميونيكيشن. وصلت؟ تمام. يعني سيرفيس تو سيرفيس او سيرفيس تو سيستم. السيستم ده ممكن يكون سيستم كومبوننت زي الهايبرفايزر بتاعك زي الكي في ام مثلا، صح؟ طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني ممكن اقوله هنا؟ كان عندي في التوكنز، طيب انا قلت التوكنز، كان عندي دومين سكوبد، كان عندي سيستم سكوبد، كان في واحده ثالثه، في واحده ثالثه حاجه اسمها انسكوبد توكن. الانسكوبد توكن دي عاده بتستخدم بس للراجل او لليوزر لما بيعمل اوثنتيكيت، واليوزر عاده بيستخدمها عشان ياخد توكن يا اما دومين ليفل يا اما سيستم ليفل، بس بكل بساطه. ماشي كده؟ لا مش ماشي. تاني معلش. تاني في عندك نوع من التوكنز اسمه انسكوبد توكنز. التوكن دي ملهاش سكوب، في الهوا كده. طب وظيفتها ايه؟ الراجل او اليوزر ممكن يستخدمها عشان يحصل على معلومه، يقول لك انا اوثنتيكيتد. طب برضه هستفيد بايه؟ قال لك استخدمها عشان تريتريف توكن تانية تكون فيها المعلومات اللي انت محتاجها، سواء كانت دومين ليفل او سيستم ليفل. وصلت؟ طيب حاجه في الاول قبل ما تاخد، في حاجه بس عايز اقول لك عليها. اي نوع من التوكنز دي سواء كانت دومين او سيستم او انسكوبد، التوكن دي بيكون ليها ها هي التوكن دي مش متاحه الا ما شاء الله، لا دي فالد لمده معينه. تمام. طيب في خلال المده دي هل اليوزر لازم يعمل ري اوثنتيكيت مره ثانيه؟ الاجابه لا. طيب لو اليوزر اوريدي معاه توكن، هل ممكن يستخدمها عشان يريتريف نيو توكن؟ ممكن. ها وضعت الحته دي. تمام حلو. طيب في عندي كمان في نوع اخير بقى من التوكنز. تاني معلش، معلش يا مصطفى، ري اوثنتيكيت مش هيري اوثنتيكيت بس هياخد توكن تانيه. انت اوريدي راجل عندك اوثنتيكيتد، الراجل ده اوريدي اوثد، صح؟ فطالما هو اوريدي اوثنتيكيتد فاكيد معاه توكن بغض النظر عن نوع التوكن هي ايه، صح؟ تمام. طيب طالما معاك توكن، هل ممكن تستخدم التوكن دي عشان تريتريف توكن جديده فاليديتي جديده خالص؟ ممكن. وصلت؟ توكن ولا هيرينيول حاليا ولا ايه؟ ما هو النيو توكن ده هو عباره عن رينيوال اللي موجود، مش لان التوكن دي نفسها هتتغير خلاص. يعني التوكن السترنج بتاع التوكن نفسه هيتغير. وصلت؟ طيب النوع الاخير من التوكن هي بروجكت سكوبد توكن. البروجكت سكوبد توكن دي ومن هي من اسمها بتديك او بتديك التوكن دي تديك صلاحيات على مين؟ ها؟ على الريسورسز اللي جوه اي بروجكت. بتهيألي دي مش محتاجه اختراع يعني، صح؟ على البروجكت ليفل. تمام كده؟ طيب كلام جميل. تعالى كده لو حبينا نمثل بقى الكلام ده، امثله ازاي؟ بص لي يا سيدي، دي الاوبن ستاك بالكامل، ده الاوبن ستاك انفرا بتاعتك بالكامل. عندك هنا الهايبرفايزر اللي بيرن الفيرتشوال ماشين، هايبرفايزر 1، عندك هايبرفايزر 2، عندك هايبرفايزر 3، ماشي كده؟ في عندك يا سيدي، تعال ناخد اختار دومين واحد بدل ما نعمل اتنين دومينز. عندي هنا دومين اكس ايا كان اسمه. الدومين ده فيه بروجكت اول،
بروجكت A، وفي هنا عندي بروجكت B. البروجكت A في مجموعة ريسورسز هنا زي VM1 وزي Image1، وده عنده برضو VM اسمها VM1 وImage1. هل ده ممكن؟ هل ممكن يكون عندي 2 projects كل واحد فيه instances بنفس الاسم؟ الإجابة أيوة، لأن ده موجود جوه namespace، ده namespace وده namespace تانية خالص، ماشي كده؟ فده عادي جدا ممكن يحصل. طيب بصوا عندي هنا كده التوكنز اللي بتخليك تانتراكت ما بين الحلوين دول كلهم مع بعض كده اسمها ايه؟ طيب لو عايز تعمل مع اي حاجه جوه الدومين ده انت محتاج ايه؟ طب لو انت عايز تتعامل مع ها الحاجات اللي جوه البروجكت ده بس، دي عباره عن ايه؟ خلاص كده؟ ها وضحت؟ طب سيب الصورة كده كده، طب سيب الصورة دي كده معلش. هاي دقيقتين يا سيدي، سلام، جيت في جمل يعني. مصطفى دول دلوقتي دولت تلاتة بس، انت قلت أربعة طبعا صح؟ ما أنا قلت لك إن في عندك واحدة كان اسمها أنسكوب صح؟ صح ده أنسكوب دي قلت لك ما بتديكش صلاحية على أي حاجة، الأنسكوب دي بتستخدمها عشان تريتريف سكوب دي توكن بس صح؟ صح ماشي. الأنسكوب دي توكن دي بتبقى عبارة عن تمبراري توكن، أنت لسه عامل أوثنتيكيشن حالا فأنت خدت أنسكوب دي توكن، بعد كده حبيت بقى تريتريف توكن تانية تقول يا جماعه انا عايز توكن سواء كانت سيستم توكن او بروجكت توكن او ايا كان، بتستخدمها عشان تاخد توكن جديده تتعامل مع ايه؟ مع حد من الناس اللي موجودين دول. طب معلش يا باشا، ممكن بس مثال لايف للانسكوب ديت يعني قول سيناريو كده يا عم. والله هوريك، انت ليه مستعجل؟ اصبر اصبر على رزقك، اصبر. احنا المره اللي فاتت اتفقنا نشرح النهارده نظري، خلاص فاصبر على رزقك. طيب تمام طيب نرجع تاني لموضوعنا. اليوم انا بيستخدم الدومين والسيستم والانسكوب، الدومين والانسكوب للبروجكت صح كده؟ الايه؟ الاند يوزر هيستخدم الدومين والانسكوب للبروجكت. عادة الاند يوزر بيستخدم البروجكت ليفل والدومين ليفل عادة. طيب نرجع لموضوعنا تاني. عندي ايه تاني يا سيدي ممكن اقوله؟ اه التوكن بقى. هي التوكن دي بتعمل لها جنريت ازاي؟ بص في ثلاث طرق، اتنين منهم بيستخدموا والثالثه انا ما انا عن نفسي انا ما شفتش حد بيستخدمها، ولا انا عمري استخدمتها، ولا عمري ما شفتها في اي امبلمنتيشن في حياتي خالص. خلاص هما في ثلاثه سبورتد، اتنين منهم عاده بيستخدموا. الاولاني حاجه اسمها يو يو اي دي توكن، النوع الثالث اسمه فيرنت توكن، النوع الثالث كان توكن جنريشن فيرنت ويو يو اي دي، والاخير كان حاجه اسمها جي دبليو اس توكن. ايه بقى موضوع اليو يو اي دي توكن ده؟ حد فيكم عارف الكوماند بتاع يو اي دي جن؟ حد فيكم عارف اليو اي دي جن ده بيعمل ايه؟ بيجنريت راندوم يو يو اي دي صح؟ صح. راندوم تكست كده معفن قدامك، انت لما تشوفه تقول ايه يا عم ده، كل مره بتستخدمه بيطلع لك راندوم توكن جديد او راندوم يو اي دي جديد، بلاش توكن. عمرك ما هتلاقي اتنين شبه بعض لو اتنططت من السنه الجايه. ممكن اغيره واحطه في ملفات مثلا تبع الكي في ام الاكس ام ال بتاع الكي في ام. اليو يو اي دي جن ده على فكره انت بيستخدم بشكل اكبر مما تتخيل. انت عارف لما تعمل ديفايس
بيتعمل لها بلوك او بيتعمل لها يو اي دي خاص بيها، شايف اهو ده عباره عن ايدنتيفاير للديفايس دي، شايف اهو اهو والله العظيم افضل من اسم الديفايس نفسه مثلا سلاش ديف اس تي اي، ده يونيك ايدنتيفاير للديفايس دي. فاكر لما كنت بشرح قبل كده في الماونت ايام زمان، نيجي من 3 4 سنين كده، لما كنت بقول لك احسن طريقه لو انت عايز فعلا تبقى 100 100 في اي تي سي اف ستاب، وتبقى ضامن ان عمر حتى لو انت بدلت اماكن الهارتات اسمها اتغيرت ما اتغيرتش، شيل دماغك من الكلام ده كله، كنت بتروح تعمل ماونت عن طريق مين؟ يو اي. صح كده؟ صحيح. طيب حلو جدا. فاليو يو اي دي ده قال لك بس لما الراجل يجي يعمل اوثنتيكيت انا ممكن اعمل له يو يو اي دي واحط في الداتا بيز اليو يو اي دي اللي اتعمل له جنريت للراجل اللي اسمه مصطفى، اليو يو اي دي ده اسمه اكس اكس واكس واي 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 ايا كان الاسم، انا مش فارق معايا الاسم ايه، خلاص كده ده اليو يو اي دي اللي اتعمل له جنريت هنا. اليو يو اي دي ده مديه صلاحيات بريفليج كذا، خلاص كده. فده كانت الطريقه الاولانيه اللي كنت بتعمل اللي كنت بتاخد بيها التوكن بتاعتك. طيب اليو يو اي دي كانت مشكلته ان لما بتعمل له جنريت كان لازم يماب اليو يو اي دي مع مين؟ مع اليوزر، صح؟ فكان الكلام ده لازم يتخزن جوه داتابيس. بس دي كانت مصيبه سوداء ومصيبه زرقاء ما حدش واخد باله منها. عارف ليه؟ هيخزن التوكن، انا ممكن واحد يكويري جوه الداتابيز ويجيب التوكن. مش دي المشكله، مش دي مش اكبر مشكله بالنسبه لك. اه هي من ناحيه سكيورتي موضوع مقلق شويه، خلاص دي واحد، دي حاجه، ده رقم واحد. من ناحيه سكيورتي فيها مشكله، يعني ماشي انا متفق معاك في الحته دي. من الناحيه الثانيه الداتابيز بتاعتك دي، عارف بعد ما تشغل الاوبن ستاك لمده شهرين 3 4 ايه اللي هيحصل للداتابيز دي؟ هتتملي بسرعه، يا نهار ازرق، هيبقى وزنها اذا انت يعني هتبقى ادخل مننا شخصيا. انت مش انت متخيل حجم الداتابيز ده هيبقى عامل ازاي؟ حاجه خياليه يعني، حاجه هلاميه طبعا. كل ما حجم، مش محتاج اقول لك، كل ما حجم الداتابيز بيزيد كل ما البرفورمانس بتاعك اللي بيحصل له بيروح في 60 داهيه، صح؟ فانت كنت لازم تروح كل فتره كده تروح تنظف الداتابيز بايدك. فاليو اي دي ما كانتش افكتيف قوي يعني، بص عارف اللي هي الناس كانت مقلقه منها، فالناس راحت سايبه اليو اي دي ديا. بالمناسبه اعتقد على ما افتكر يعني لو ذاكرتي لسه مظبوطه في موضوع اليو اي دي دول، ان اليو يو اي دي هي بقت اعتقد هي بقت ديبريكيتد من اول كوينز على ما افتكر يعني. كوينز ده اسم ريليز بتاع اوبن ستاك، ماشي؟ لا ما كانتش كوينز، صح؟ اليو يو اي دي، لا اليو يو اي دي بقت ديبريكيتد من اول بايك لو انا لسه ذاكرتي مظبوطه، خلاص. طيب يبقى من اول الريليز اللي اسمه بايك يو اي دي بقت ديبريكيتد وخلاص، مع السلامه. ممكن تستخدمها لسه، ممكن، بس مش دي الديفولت دلوقتي. الديفولت اللي بيستخدم هو مين يا معلم؟ فيرنت توكنز دي، خلاص. فيرنت توكنز دي بدات تستخدم مع الريليز اللي اسمه كيلو، ده مش اسم وزن، ده اسم ريليز في الاوبن ستاك، اهو عشان بس الناس تصدقني يعني. اهو والله تلاقي في عندك ريليز هنا اسمه كيلو، اهو شايفه؟ اهو خلاص؟ فايه عشان ما تتخضش من الاسم بس يعني. طيب كلام جميل. الفيرنت توكنز دي يا سيدي قلت لك انتروديوست في الكيلو، ايه تاني؟ الفيرنت توكنز دي انت مش محتاج داتابيس خالص. الفيرنت توكنز دي معتمده على ان انت هيكون عندك كيز هتستخدمها عندك عشان تجنريت بيها التوكنز دي، ماشي كده؟ طيب الكيز دي هي كمان هيتعمل لها روتيشن، ماشي كده؟ ليه؟ عشان تضمن ان الكيس دي لو اتسرقت فاللي خدها هيروح معاك، مش فارق معايا، خلاص. فمشكله السكيورتي بتاعتك دي تبقى ايه؟ تبقى انتهت بالكامل. وعاده بيكون عندك تو كيز، عاده بيكون عندك تو كيز، كي للتوكنز اللي خرجت من شويه قبل كده، وكي للكرنت توكنز.
وصلت؟ طيب الكلام ده هتلاقيه عندك فين؟ فهتلاقيه في اي تي سي كيستون فيرنت كيز. بص كده عندك، ها دايما دايما الكي اللي موجود برقم صفر ده معناه الكرنت كي دلوقتي. وضحت؟ لو قلت له كده كات الحاج اللي رقمه زيرو ده، بص ده الفيرنت توكن او الفيرنت كي، اسف مش التوكن ده، الفيرنت كي بتاعك اللي هيستخدم عشان يجنريت ها توكنز عندك. طيب كلام جميل. بالمناسبه الفيرنت ده في حاجه اسمها يعني في فيرنت كده في كريبتوغرافي في البايثون وفي غيرها للفيرنت ده. يعني تعالى كده هنا كده في حاجه اسمها فيرنت انكريبشن، فيرنت انكريبشن ده عباره عن سيمتريك انكريبشن، معنى كده ان التوكن اللي جنريتد عن طريق فيرنت مالها هي كريبتوغرافيكلي انكريبتد. وضحت؟ ها الناس معايا ولا الناس نامت؟ قول تاني معلش. يبقى انت ما كنتش معايا، شكلك كنت بتضرب كبسه يا استاذ محمد وسيبنا. لا والله انا سامعك بس قول تاني عشان الجمله توضح. بس الفيرنت انكريبشن هو عباره عن سيمتريك انكريبشن، معنى كده ان المسج او اليو يو اي دي اللي جنريتد عن طريق فيرنت دي هي كريبتوغرافيكلي انكريبتد. ها يو يو اي دي صح كده؟ طيب مين اللي هيقدر بس يعمل لها ديكريبت؟ اللي معاه مين؟ الكي اللي معاه الكي. وبما انه سيمتريك انكريبشن معناه ان مش هيكون في بابليك وبرايفت صح؟ هيفك بنفس الكي. هو نفس الكي اللي يستخدم في الانكريبشن هو نفس الكي اللي يستخدم في الديكريبشن. طيب عشان كده كنت بقول لك ان مع الفيرنت توكنز فانت هتحتاج تعمل ايه؟ ها روتيشن، لانه سيمتريك انكريبشن صح؟ الروتيشن دي يعني بنحدده مصطفى يعني كل فتره معينه. انت مش محتاج تعمل اي حاجه، الكيز تون هي اللي بتبدا تعمل روتيت للكيز عندك، ودايما الكرنت كي ها بيكون دايما ايه؟ رقمه زيرو. كلام واضح اهو. خلاص كده؟ طيب كان النوع التالت عندك حاجه اسمها جي دبليو اس توكنز، والجي دبليو اس توكنز دي ده حاجه اسمها جافا ويب سيجنتشر توكنز، حاجه كده غبيه عمري شفت حد بيستخدمها الصراحه. جافا ويب سيجنتشر توكن مش اصلا مكان اكتب فيه. خلاص فمش هتكلم عنها كتير لان انا صراحه مش حد بيستخدمها خالص لحد دلوقتي يعني. طب ممكن كلمتين يا باشا عن الفيرنت انكريبشن ده؟ لان بصراحه يعني ازاي بتستخدم الكي نوع من انواع السيمتريك انكريبشن زي اسمه ايه زي الاي اي اس انكريبشن، عارف الاي اي اس؟ نوع من انواع السيمتريك انكريبشن. والله طيب تمام. بيستخدم بقى ازاي؟ عشان لما الراجل يجي يعمل اوثنتيكيت منك الراجل ده بيدخل لك يوزر نيم وباسورد صح؟ تمام بيدخل لك الكلام ده. لو اليوزر نيم والباسورد دول صح وتمام التمام اوتوماتيك بيجنريت توكن، التوكن دي انكريبتد عن طريق مين؟ مش اي اس بقى، عن طريق مين؟ فيرنت صح؟ والتوكن دي هيكون فيها معلومات مين؟ الاوثنتيكيشن بتاعت اليوزر ده. وايه كمان؟ اوثرايزيشن. زائد ايه كمان؟ خلاص اتحطت الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن خلاص شكرا. وضحت؟ تمام. ها في مشكله كده ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. طيب يعني الفرق ده بينكريبت التوكن بس اللي هي بتاعت ال ماشي خلاص انكريبت التوكنز، التوكنز مش التوكن، التوكنز كل التوكنز خلاص. وزي ما قلت لك الفرن ده مش معتمد على داتابيز لان الـ 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 التوكنز اللي طالعه هي اصلا انكريبتد عن طريق كي صح؟ فانت لو جاي لك توكن والتوكن دي ما قدرتش اعمل لها ديكريبت ده معناه ايه؟ ان مش انا اللي كنت عامل لها انكريبت في الاساس فالتوكن دي انفاليد، فانا مش محتاج اخزن الكلام ده في داتابيز صح ولا غلط؟ تمام طيب كلام جميل. هو بيروتيت كل قد ايه؟ عشان كده انت بتقول كين كيز موجودين هيفضلوا معاه طول عمره. لا روح بقى دور في الكيز تون فايل الكونفجريشن فايل، افتح المان بيج بتاعته ودور عليه شوف الفيرنت بيروتيت كل قد ايه. يعني لو جيت هنا كده انا ما اعرفش والله
بس بتسألني كمان سؤال يعني انا فعلا اتفكر ان انت متخيل ان انا ممكن احفظ الكلام ده؟ دور كده على الروتيشن بتاعك فيرنت روتيت، روح بقى دور شوف الفيرنت ده ها بيروتيت بعد قد ايه. تمام فانا اكيد اكيد مش هحفظ يعني. خلاص كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ طيب ارجع تاني النوت بتاعتنا دي هنا. طيب انا قلت لك ان الكيستون دي انت ممكن تعمل لها، رغم ان احنا مش هنعمل حاجه زي دي دلوقتي على الاقل في الكام سيشن اللي جايين، قلت لك انت ممكن تكونكت معاها او ممكن تانتجريت الكيستون دي مع اكسترنال اوثنتيكيشن سيستم زي الداب، زي اكتيف دايركتوري، زي حاجه اسمها زي اوبن اي دي مثلا. خلاص حاجه زي سامل 2، عارفين سامل؟ ما عليه. المهم ان ايه، ان انت ممكن تانتجريت الكيستون دي مع اكسترنال اوثنتيكيشن بروفايدرز، والليسته يعني اعتقد ان هي يعني خارج حدود العد يعني كبيره جدا تقريبا. تمام. طيب ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني ممكن نقوله عن الكيستون هنا؟ اتكلمنا على موضوع الكتالوج قبل كده، واتكلمنا على موضوع السيرفيس ديسكفري. في حاجه هنا، لو دي الكيستون بتاعتي اهي، قلت لك ان الكيستون دي عليها كتالوج صح؟ الكتالوج ده فيه الايه؟ الاند بوينتس. تفتكر ان اي حد كده ممكن يريتريف الكتالوج ده؟ يعني اي يوزر كده ممكن يريتريف الكتالوج ده، ولا لازم اليوزر ده يكون الاول؟ اوثورايزد. لازم يكون اوثنتيكيتد واوثورايزد كمان. خلاص؟ حلو. ماشي. ايه تاني؟ انا بحاول افتكر ايه اللي ممكن تاني يقولوا على الكيستون هنا. ايه تاني يا سيدي اعمل كيستون؟ بصوا كده اللوج او اللوجز بتاعت الكيستون هتتحط فين؟ في فار لوج كيستون. فانت لو في عندك مشكله مع الكيستون وعايز تشوف الايرورز اللي موجوده عندك هنا، ها روح بقى معلم ربنا يديك الصح، شوف الكيستون عندك ايه، ها اللوجز بتاعتها. طبعا دي اللوجز اللي كانت جنريتد، دي اللوجز اللي كانت جنريتد في الاول خالص وقت ما كنت بقى ايه بقى مايجريتد داتابيز، فاكر؟ تمام. وقت الانستوليشن. تمام. اللي هي لما انت شغلت اللي هي السكريبت دي، اللي هي السكريبت اللي هي بترن عشان تبني، بتعمل مايجريت صح؟ اللي بتاعت السينك. ايوه. فلو انت بترابل شوت اي حاجه خاصه بالكيستون او في عندك ايرور بيطلع اي حاجه، هتروح تبص فين؟ ها؟ اللوك. بص كده في اللوجز هنا، بص 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 اقرا كده، والله يعني اللوجز بتاعتها ممتازه جدا. ده بيقول لك فيرنت كيز doesn't appear to exist attempting to create it. شايف اللي حصل؟ راح عندك عمل كي اهو كمان creating a new temporary key، شايف؟ بعد كده become a valid new key، بعد كده عمل روتيت للكي ده، ها بقى البرايمري كي اهو، وصلت؟ وعندك كي وكمان اسمه الكي رقم واحد، وده اللي هيكون نيكست برايمري كي، ده اللي كمان شويه هيبقى البرايمري كي بتاعك. شايف يا معلم؟ وبعد كده راح عمل كرييت لبعض الرولز عندك، كرييت دومين ديفولت، فاكر لما كنت بقول لك بيتعمل لك ديفولت دومين وقت الانستليشن؟ وفاكر الاند بوينتس كمان اللي كنت بقول لك الكتالوج اهو، الاند بوينتس بتتكريت اهي، شايف؟ وعمل ريجن باي ديفولت، ريجن دي فيها ريجن 1، دي اللي احنا كريتناها المره اللي فاتت. خلاص
هتلاقي كل حاجه مرميه في اللوجز عندك هنا، اقعد اقرا بقى في اللوجز عندك هنا وربنا يديك الصحه. طب عندي سؤال يا ريس من المره اللي فاتت، معلش عشان جيت بالي. ايوه انت المره اللي فاتت، بس هو طبعا السؤال ده مش اوبن ستاك خالص. انت المره اللي فاتت عملت مين كاش دي، تمام؟ المفروض كنت تراست السيرفس بتاعت الكيستون ولا لا؟ ولا هتشتغل لوحدها، تقف لوحدها، ولا ايه النظام؟ المفروض تراستر السيرفيس بتاع الكيستون. اه المفروض تراستر السيرفيس بتاع الكيستون، صح. انت ما برضه ما راسترتهاش تقريبا، وانا كنت عايز ازاي اعرف ان المين كاش دي شغاله مع الكيستون؟ كنت عايز افيريفاي حاجه زي دي. هذا اول مره اللي فاتت نسينا نراسترها. تمام، انت راسترت الاباتشي؟ متاكد؟ اه ممكن تلاقي في الهيستوري كده. اه فيم اي تي سي كيستون، اه عندك كيستون دوت كونف. اسمها مين كاش دي اندر سكور سيرفرز؟ لا ضفتها يا عم هنا اهي. اه ضفتها بس ما رسترتش سيرفيس مع بعدها. تمام، قصدك سيرفيس مين كاش دي؟ سيستم كنترول ريستارت مين كاش دي. انا بتكلم بقى عن كيس 2. لو انا رسترت سيستم كيس 2 كنترول ريستارت كيس 2. لا هو اصلا مش بترن كسيرفيس، ده بترن كويزي ويك ابلكيشن موجود جوه الاباتشي. طيب سيستم سي تي اه انت رسترت الاباتشي، انت رسترت الاباتشي المره اللي فاتت اتش تي تي بي دي، صح؟ لو جيت اقول لك كده بي جراب كيستون، انا قلت لك عشان كده عملت ريستارت للاباتشي. انت مش واخد بالك انا عملت ريستارت للاباتشي ليه، صح؟ ايوه بس ما هو انت، ما انا عشان كده انت تقريبا انت كنت نايم، صح؟ فاكر لما قلت لك اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف دوت دي، كان في عندك دبليو اس جي اي كيستون دوت كونف، ده كان بيروح يرن ايه؟ الكيستون بابليك اللي هي البروسيس دي. تمام، طيب بص كده عندك بي جريب كيستون، مفيش اي حاجه، صح؟ بي اس اي يو اكس جريب داش اي كيستون لسه عندك شغال. طيب خلينا نعمل حاجه تانية احسن من الكلام ده كله. لا الاول تعال ريستارت الاباتشي واشوف هل فعلا بص لما عملت ريستارت الاباتشي اهو الحمد لله انا بانت عندي هنا كويس. بص كده الفرق بين البروس اي دي دي والبروس اي دي دي، مش هما تقريبا خالص. اه طب انا جيت جنب الكيستون في حاجه؟ لا انا لعبت مع مين؟ مع الاباتشي. فهو طب هو الاباتشي اصلا ليه الاباتشي بيروح يرن البروسيس دي لما بيجي يشتغل وبيقفلها لما بيقف؟ لان انا عامل لكم فكره ان هي عباره عن دبليو اس جي اي. تمام، فانت لما رسترت الاباتشي كانك رسترت الكيستو عشان يقرا المين كاش دي. ايوه انا قلت لك ان الاباتشي بينادي على البروسيس اللوكال بروسيس اللي اسمها ها كيستون، صح؟ تمام. انت كده غالبا بنسبه 99، لا بنسبه 99 ايه؟ انت كده بنسبه 100% ها؟ انت مش فاهم اصلا دبليو اس جي اي بكل مناسبه يعني، فدي مصيبه ثانيه. لا ما خدتش بالي، ما خدتش بالي اللي هو ما جاتش بالي انك مترستر ولا ما جاتش بالي اصلا انك مترستر وهيرستر مع ال صار. كنت عايز افاليديت ان النوكاش دي شغاله مش كسيرفس، شغاله مع كيس 2 بس. انا كنت عامل ايه؟ هي يا عم المفروض تشتغل معاك ما يطلعش اي ايرور ولا حاجه، ما نشوف عادي. انت بومه ممكن تفرقع في وشنا. هي يا عم شغاله، هي والله مش هي مشكله شغاله. ما الفكره دلوقتي ان هي شغاله، لو وقفت الميم كاش دي شلت كومنت، عملت كومنت للكونفجريشن بتاعتها هتفضل شغاله. هتفضل شغاله برضه لو شلت الميم كاش دي تماما، هتفضل شغاله. انا عايز اعرف دلوقتي، هل فعليا ممكن الكيس تكون بيستخدم الميم كاش دي صح ولا مش بيستخدمها؟ والله بقى انت لما تروح او لما تخلص الكورس ابقى خش اعمل لوجن على الميم كاش دي واعمل ريتريف للداتا اللي موجوده جوه الداتا بيز وشوف ايه اللي مكتوب فيها. موضوع بسيط، صح؟ اه طيب انت بتسال سؤال يعني عجيب جدا. لا عادي الموضوع بسيط جدا بالنسبه لك، روح اعمل لوجن على الميم كاش دي وشوف ايه اللي مكتوب جواها. ماشي؟ طيب كلام جميل. ايه تاني؟ تقريبا احنا كده كفرد. اه بالمناسبه في حاجه عايز اقول لك عليها، كويس ان انت جيت للنقطه دي يا عم زعبول. انت انا قلت لك دلوقتي اللي متحكم في المين في الـ في الكيستون بروسيس هو مين؟ الاباتشي، صح؟
طب لما تيجي بقى تشوف حد بيعمل اوثنتيكيت وفي في مشكلة بتحصل، هتبص فين؟ هتبص هنا، وهتبص فين كمان؟ الاباتشي لوك. الاباتشي لوك صح كده ولا غلط؟ صح، لان انت المفروض لو جيت قلت له كده خش يا عم في الاباتشي هنا، ورحت له قلت له روح ايرور لوج كده شوف ايه اللي موجود فيه اهو، او روح الاباتشي اكسس لوج او اكسس او فين يا سيدي، لا كيستون اهو، كيستون اكسس لوج، بص كده عندك، بص دايما الاند بوينت اللي انا بجيبها اسمها ايه، فيرجن كام، فري بروجكتس، فيرجن 3 بروجكتس، فيرجن 3 اوس او توكنز، شايف شايف وضحت؟ تمام. طيب احنا كده تقريبا غطينا الكيستون، اعتقد انت كده على الاقل عندك يعني ايه فهم واضح الكيستون، ايه نوع التوكنز اللي موجوده، ايه المصطلحات اللي في الكيستون. المره الجايه ان شاء الله نخبط في سيرفيس ثانيه ونحاول نرجستر السيرفيس دي في الكيستون سيرفيس كاتالوج، ماشي كده؟ تمام زي الفل. ماشي تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، وتصبحوا على خير. السلام عليكم. اربعه ان شاء الله يا باشا، يا الثلاث يا الاربعه على حسب يعني، الثلاث اللي هو بكره، فعرفنا عشان الثلاث اللي هو بكره، هقول لك بكره ان شاء الله.